شارع باب الوزير عندي مجموعة اسمها مجموعة خير بيه. هو مسجد كبير ومدرسة وبتاع انتوا اللي تابع مسلسل تومان باي او ممالك النار زي ما تسمى شاف شخصية عمك خير بيه. الرجل ده له قصة. هو الخائن الكبير. الخونة كتير في تاريخنا على فكرة مش قليلين. بس ده التاريخ مسجل له الخيانة رسمي. خير بيه هو أول حاكم مصر في ظل الدولة العثمانية. فاكرين معركة مرج دبك؟ خان فيها هو السلطان الغوري. قنصوة الغوري. يعني احنا دايما في باب الخل بنحاول نقدم شخصيات فيها شيء ما فيها ملمح ما. انما يعني اول مره اعمل تقرير عن واحد خاين من ساس الراس زي ما بيقولوا. بس عايز اقول لك انه المصريين ما قبلهوش ابدا. الراجل دوت بيصير قضية مهمة وده اللي خلاني اجي عند مسجده اللي ما فيهوش صلاة. هنحكي لكم ليه ما فيش صلاة هنا. من زمان قوي. عشان تيجي انت تتأمل حاجة مهمة جدا. هما المماليك ده كان وطنهم؟ في لخبطة كده في الكتب ناس بتقول كلام والمماليك عملوا وسووا وبتاع، بس هل ده كان وطنهم؟ ده مش وطنهم. فليه تعتبره خاين؟ ليه تعتبره خاين؟ اقول لك ليه بقى. اولا لان المماليك كان ليهم الامير بتاعهم. الامير بتاع المملوك هو بيقسم له قسم الولاء والطاعه. فهو اقسم ليه قنصوة الغوري لدرجه ان عمله حاكم على حلب. فهو هنا خان هذا القسم. لكن ده سؤال مهم جدا. هل المماليك لما جم في مصر كان ده وطنهم ولا وطن هم استعاروه ولا وطن هم احتلوه عشان يستفيدوا منه؟ ده السؤال اللي على جنب اللي انا هترك لحضراتكم انتوا تتأملوه معايا. بس تعالوا نشوف حكاية هذا الخائن اللي بدأ بكبرياء فظيع جدا لانه كان مختلف عن بعض المماليك في ايه؟ فإن هو كان ليه نسب عارفين أبوه. المماليك ما نعرفش عنهم حاجة. عيال صغيرين بيجيبوهم من القوقاز ومن فوق كده مش من الشمال الشرقي يجيبوهم ويبقوا قادة ويبقوا بتاع. إنما ده كان ليه أصل. فكان شوية كده يعني إيه متعالي عن بقية المماليك. وكان حاسس إن هو ياما هنا ياما هناك. لكن مر تاريخه وحكم مصر وبعدين عيه. وعرف ان الساعة آتية لا ريب فيها. فبدأ يعمل بقى حاجات كتير بقى. وبدأ يعطف على الناس ويعمل جوامع ويعمل مدارس ويفرق فلوس ويعمل حاجات كتير جدا. تعالوا نعرف قصة هذا الخائن اللي سماه الراجل اللي هو اشتغل لمصلحته اللي هو سليم الاول. هو اللي سماه خاين بيك. يا ما يشوف انا من باب الخلق ومن الدرب الاحمر ومن الحته دي اول مره اخش المكان ده. يقول لك القصر ده اللي ليه الاطلال دي
دي مش اطلال ابراهيم ناجي، دي اطلال امير كان اسمه ايلين اق بالقاف، ودي قبه اسمها قبه الباز، طبعا مش الباز بتاع باز افندي بتاع اسماعيل ياسين ده، ما نعرفش بقى، دي مش موضوعنا على كل حال. لكن المكان زي ما انتم شايفين يعني حاجه تحفه، وللاسف يعني هو منظفينه جدا ومهتمين باهتمام بالغ، يعني الحقيقه رعايه ممتازه. لكن كنت اتمنى ان يبقى هنا في بالليل في مسرح، في ولاد بيرسموا، في ولاد بيتعلموا، لان هنا في اوض دي كانت عباره عن مدارس برضو زي كتاتيب زمان. تعرفين ان في الفتره دي كان حكايه ان يبقى في المذاهب الاربعه يدرسوا كده، زي ما انتم شايفين الجد ده الجامع بقى اللي بناه خير. بس في حكايه، حته حكايه غريبه جدا يعني حاجه ما تصدقهاش، قال القبله بتاعته طلعت غلط فما حدش صلى فيه. يعني ما حدش صلى فيه حسب ما بتقول الروايات. احنا عمك خير ده جه بعد معركه مرج دبك بحوالي سنه وشويه، لانه مرج دبك دي حصلت سنه 16 في الشام، وبعدين اتقتل القنصل الغوري، وبعدين الشعب المصري انتصر ليه تومان باي، وفضلوا مع تومان باي يحاولوا ان هم يسيطروا على مصر. لكن بسبب عمك خير ده برضه الخاين ده، السليم الاول ده كان شخصيه عجيبه، يعني كان سفاح لكنه كان يعجب بالرجال الاقوياء، لدرجه ان هو في بعض الروايات بيقول لك ان هو لما قعد يتكلم مع تومان باي عجبه، فكان ممكن يسيبه او يعني بيفكر. فعمك خير ده قال له اوعى تسيبه، ده المصريين بيحبوه، واذا سبته ومشيت هيدمر الدنيا. فطبعا عارفين قصه تومان باي اللي اتشنق ويتعلق على باب زويلة. سليم الاول برضه حلب على قيادتها واحد من طرف قنصوه الغوري اللي هو خير بيك، حاكم وفي ثقه كبيره، جه من زمان من ايام السلطان قايتباي، واترقى في المناصب من عسكري لجندي لضابط كبير مش عارف ايه، ليها تسميات هي، بس ما بحبش اشغلك انا بالتسميات دي، لغايه ما وصل ان هو حاجب الحجاب بتاع السلطان قنصوه الغوري، وحطه في حلب ثقه متناهيه. في هناك في الشام الدوله الصفويه، اسماعيل الصفوي، وعمك سليم بيعمل امبراطوريه عملاقه، امبراطوريه الدوله العثمانيه اللي قعدت 500 سنه تقريبا، فعايز يقضي على الدوله الصفويه دي. طب الدوله الصفويه تستنجد بقنصوه الغوري، خايف قنصوه الغوري مش عايز يعني يعمل معاها حاجه. قوم خير قال له لا ما تخافش، ده سليم الاول جاي للصفويين مش جاي لك خالص، ملوش علاقه بيك خالص، قوم طمنه نيمه، نيم قنصوه الغوري. لكن طبعا قنصوه الغوري سليم الاول جاي عايز مصر، لانه ما تنفعش الامبراطوريه دي كلها الا بمصر، يعني قطعه الذهب دي لازم تخش جوه الامبراطوريه. وكانت معركة مرج دبك، بيبقى انتوا عارفين الجيوش كانت متقسمة يمين ويسار وبتاع قطع كده. فاللي ماسك الحتة اللي في اليسار خاير ده. فأول من أذى الجيش المملوكي كان خاير ده، خلع مشي. فالشق اليسار كله فك. في حين المعركة بدأت يقولوا إنه سليم الأول كان معاه أكتر من 125,000، دي قوة كبيرة جدا وقتها. بس أنا الحقيقة الكتب فيها حاجة مش مريحاني قوي، بس أنا بقول اللي في الكتب أنا ما أقدرش أفتي فيها، إنه العثمانيين المماليك بقى كانوا حاجة وعشرين، 10 من هنا وعشرة من هنا وخمسة من هنا. لكن المماليك أنتوا عارفين إن هم كانوا بتوع قتال جبارين، متعلمين من صغرهم إن هم عيال قد كده، بيمسكوا السيوف ويتدربوا وبتاع حاجات زي كده. وفعلا في بداية المعركة كان في تقدم للجيش المملوكي بتاع قنصوه الغوري اللي هو المصري، وكانوا سليم الاول يسميهم الامراء المصريه، دول بتوع المصريين المماليك دول، كان يعمل لهم الف حساب. لكن خيانه خير ده بقى بدات امتى؟ هقول لك هي بادئه من بدري، من ساعه ما مسك حلب سليم الاول ظهر
وبدأ يأسس الدولة العثمانية، الإمبراطورية العثمانية، حصل بينهم اتصال وخير بيه قال له أنا معك. طبعا عارفين القصة التقليدية اللي محدش بيتعلم منها أبدا، اللي انت لو رجعت قبل كده حوالي 900 سنة تلاقي القصة حصلت مع عمرو بن العاص، ادوني مصر وانا بتاعكم. هذا ما حدث. خير بيه قال له عايز مصر، قال له هديك مصر وخليك معايا. وهذا ما كان في معركة مرج دابق، وبعدين دخول سليم الأول إلى مصر والاستيلاء عليها وقتل تومان باي، ثم توليد بقى الخاين ده حكم مصر. يعني كان أول حاكم عثماني حكم مصر وما تعلمش. قبليه بشوية برضو كان في حد اسمه ابن العلقمي. ابن العلقمي ده خان المستعصم بالله، خونة، صدق الله العظيم لما قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يا سلام، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أما من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. بنى المسجد ده وجبنا مفاتيحه من أخونا شاكرين، ما حد يصلي فيه. ليه بقى؟ ليه بقى يا سيدي؟ هقول جاير في عمل الخير. جاير ايه؟ هو جاير برضه جار على نفسه على فكرة قبل ما يجور على حد تاني، لكن قال ايه المهندس اللي عمل الجامع عمل القبلة غلط فما حدش صلى. ولذلك احنا اول مسجد في مصر تقريبا، هو مسجد لكن اول مسجد في مصر نخش فيه واحنا نرتدي الأحذية جميعا. الحقيقه يعني اسجل احترامي الشديد لهيئه الاثار واي حد مسؤول عن هذا المسجد، لانه محافظ عليه بشكل مش معقول، كانه مبني امبارح زي ما انتم شايفين كده. هو مش من المساجد الكبيره لكن في شغل، في رخام زي ما انتم شايفين، وفي تفاصيل ممتازه، وفي المكان ده اظن ده ممكن يبقى للسيدات لو كان في كده. أنا أحبكم تتفرجوا، يعني أحب أحمد زمايلنا أستاذ أحمد المخرج وزمايلنا يصوروا لكم المكان، لأن المكان جميل جدا وبقى مرتفع عن الأرض، يعني زي ما أنتم شايفين الشارع كده. وفي أماكن كمان جوه على فكرة، يعني في أماكن جوه المسجد متسع لسه. أقول لك في مشكلة في القبلة، والمصريين ما حبوش بتاع، ما حبوش يجي يصلوا عنده في الجامع، بس انا اعتقد ان المكان ده لابد ان يكون يعني يبقى ليه استغلال بشكل او باخر، ما اعرفش ايه هو، بس اعتقد وزاره الاثار مع وزاره الثقافه ممكن يعملوا بيه حاجه كويسه جدا. شايفين الشبابيك؟ فعمك بقى خير لم يتعظ. على فكره لما بقول لكم ابن العلقمي والمستعصم بالله ده بقى كانوا ايام هولاكو، فالعلقمي انضم لهولاكو. هولاكو قتله، قال له اذا كان فيك، اذا كان زي ما بيقولوا مثلا اذا كانش فيك خير للراجل بتاعك هيبقى فيك خير ليا، تخلص منه. لكن الناس عشان لما تسالني عن التاريخ اقول لك هو ده، الناس يتعلموا، يتعلموها بقى، ما بيتعلموش. يبدو ان شغف
وشهوة السلطة والصولجان بينسي البني آدم أي حاجة. أنت شفت ابن العلقمي وشفت غيره وغيره وغيره وغيره، ما عملوش حاجة، ما عملوش حاجة، بالعكس ده ممكن يكون اتقتلوا والناس كرهتهم وما حبتهمش. لكن أهو شهوة السلطة، شهوة الحكم. فده من الحكام اللي حكموا مصر على مضض من الشعب المصري، لدرجة إن المصريين حبوا يتخلصوا منه، فراحوا مطلعين إيه؟ زي ما تقول حكاية كده، قال لك ده جاي خير بده ناوي يغدر بالسلطان سليم وياخد مصر لنفسه. فهو جري صرخ، لا أنا مش عامل كده، شوف دول بيشخشخوا، دول بيشخشخوا، هنحطهم بقى كده. الفكرة إحنا كنا أنا وعيت على مفاتيح البيوت من بيوتنا كانت كده، بس كانت بتبقى منحاس كمان تفتح، يعني دي مش غريبة عليا. خير ايه بقى؟ لما الشعب المصري طلع الإشاعة دي جري، وهو كان مخلص جدا لسيده سليم الأول، لدرجة إن طبعا كان في جنود بقى عثمانيين موجودين بقى حمية وكده، يقولوا عايزين كذا، يقول لهم لما أسأل سيدنا، ما هو مدرك، مش عايزين نقول الفاظ تبقى مش لطيفه، بس هو مدرك ان هو يعني ايه ملوش لا حول ولا قوه، ماشي ورا السلطان سليم الاول. وليه قصص بقى كتير، يعني ليه قصص كتير في مصر بتقول ان الشعب المصري ما قبلوش ابدا في كل الحالات. انا مش عايز اشغلك بتفاصيل، لكن عايز اثبت لك او اكد لك ان الشعب المصري ما حبوش خالص، وهو ما كانش ليه سلطه حقيقيه، ولما كان يعمل اي حفله اي صماط، يعني مائده رحمن، لما يعمل صماط كبير كده ما الناس ما تروحش، لكنه كانت كله حاجات هزيله لانه ما كانش يملك بشيء بشكل حقيقي. يعني كان دايما الناس تقارن ما بينه وما بين كونسول غوري، كونسول غوري كان حاكم قوي، له ما له عليه ما عليه، له حاجات، لكن كان حاكم عنده ثروه، ده كان يعني اذا كنت عايز تقول الكلمه اللي هي اولها دال وفيها لمات كتير قول، هو كان كده، هو كان كده ليه سيده سليم الاول. وهنا بدات الناس تسال، هو المماليك دول من حقهم يبقوا هم يعني وطنيين؟ انا رايي ان هم ما كانوش وطنيين، هم رايي كان عندهم بلد مليانه خير واحتلوها قعدوا فيها، عندهم مظالم بالهبل، عندهم قتل بالهبل، عندهم قتل ليهم هم مع بعضهم. يعني خير ده تسبب في قتل كل القادة المماليك بمعرفة عمك سليم الأول، يقولوا ده يقولوا اقتله، يقولوا ده أصله الراجل ده كويس يقولوا اقتله، وهو عارف سليم الأول طبعا، هو كان بيقتل بيلبي طلبات الخاين ده اللي هو سماه سليم الأول خاين بيه، خير ده عشان عارف انه هيسيبه في مصر، فعايز الوضع يستقر في مصر، واستقر الوضع في مصر. صدقوا ما عرفش ازاي كانت الناس فيه، كانت الدنيا عامله ازاي، ان الحاكم ده اللي المصريين كارهينه عمى فضل حكم لغايه ما عي ومات. بص بقى يا سيدي، هو مكتوب في الكتب انه عمك خير ده لما مات دفن في مقبرته في باب الوزير، احنا في باب الوزير، فهل دي مقبرته؟ مش مكتوب اي حاجه، لكن اللي بيديني احساس ان دي مقبره ليه هو القبه دي، مش ممكن دي معموله كلها للتربه بس، القبه دي التفاصيل دي طبعا هي مترممه 100 مره، ترممت مئات المرات اكيد يعني، لكن الشغل ده اصله كده، ده بني لنفسه، ده يخلي لك تميل شويه الى انه، لكن ما عنديش معلومه اكيده تقول ان دي مقبرته. المصريين ما كانوش يحبوا يترحموا عليه لما يعدوا عليه، ما يسالوش، بيقول لك ان كمان بالليل كان يقعد يسمعوا صريخ
وسويد في المقبرة، هذه حاجات مكتوبة. لأنه ابن ياسر حكى لنا حكايات كتيرة جدا عن عمك خير ده، أرجوكوا خشوا وشوفوا يعني، أنا ما أقدرش أحكي لكم كل التفاصيل يعني، مش بقاش ممل وإن كنت كذلك يعني. فيقول لك إن هو كان مرة عيال بيتخانقوا وبتاع مش عارف إيه، فراح يعني لقوا واد بيتلامض فموتوه، حتى كانوا بيقتلوا الأطفال. يعني ما أعرفش إيه أي قلوب دي، فما تعرفش إزاي، ما هو صدق الله. كالحجارة أو أشد قسوة. صدق الله العظيم. قلوب كالحجارة أو أشد قسوة. طيب يا سيدي. فكان المصريين ما يقبلوش. بيجي بقى عمك خير ده في أيامه الأخيرة جاله ثلاث أمراض دمروه خالص، لدرجة إنه في الآخر اتشل. فبقوا إيه بقى؟ يخرج بقى. ده بقى اللي خلاه عمل الجامع وعمل حاجات كتيرة جدا. ودي كانت يقول لك التاريخ ان دي كانت اجمل فتره في حياه الشعب المصري في ظل هذا الحاكم، لانه بدا بقى يفرق فلوس على الناس، وبدا يعمل يعلم العيال والولاد، ويعمل اكل للناس تاكل وحاجات زي كده، ويقول للناس ادعوا لي عشان خاطر يخف. لكن طبعا ما خفش ومات خير بيه، ودفن هنا او في المكان دوت الله اعلم، لان في مقابر كتير. انا لاحظت ان في مقابر كتير في المكان، لكن زي ما قلت لحضراتكم في دلائل كده بنفهم منها، لان في حاجات مكتوبه طبعا دي من زمان، لان الجامع ده ما حدش يعني اهتم بيه من الحكام بعد كده، ما حدش عمل له حاجه، لان الناس ما كانتش بتصلي فيه. خير المملوك الشركسي، هو من مماليك الشراكسه، غدر بنفسه وغدر بحاكم مصر قنصور غوري، وغدر بتمام باي، والشعب المصري ما نسيش ده وهو موجود. وبعد ما مات فضلت الناس كارهه. فاحنا حبينا نيجي هنا ونوريكم المكان جميل جدا، والمكان مريح جدا، لكن رائحه الخيانه رائحه لابد ان يعني نتصدى لها بكل قوة، لأنه في الآخر زي ما حكيت لكم كل الناس اللي حلمت بمصر وخانت بسببها أو عملت حاجات مش كويسة، يعني عملت حاجات مش كويسة عشان تحكم، على فكرة ما عرفوش يحكموا، لأن بيبدأ اللي بيجي وهو متباع ما يعرفش يحكم ناس، لأنه ما يعرفش معنى الحرية أساسا، فما يعرفش لأنه جاي متباع لحد عايز تاخد مصر اعمل لي كذا، فدول ما بيبقوش خالص. ولذلك عند خير نجد الشاعر يقول: قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع. كم واثق بالعمر خيبته وجامع بددت ما يجمع.